أهلا، أتمنى تكونوا بأفضل حال وانتوا قاعدين تشوفون المقطع حق اليوم. اليوم مقطعنا رح يتكلم عن حاجة يدعي البعض بأنها أسطورة، والبعض يقول أنها حاجة حقيقية لكنها في غاية السرية، لذلك يتكتموا عليها ويتستروا على حقيقتها ووجودها. طبعا موضوعنا اليوم رح يكون مثير وشيق جدا، فعشان كذا قبل ما تبدوا في المقطع إذا أنتم مهتمين بكذا مقاطع جيبوا معاكم شيء تشربوه أو تأكلوه واستمتعوا. والحين يلا نبدأ. كلنا نعرف أن الإنترنت مكان غامض وعميق جدا، ومهما تعمقنا فيه وبحثنا فيه نكتشف أن في أشياء لسه ما اكتشفناها، وأن في الأسوأ في أشياء ما كنا نتوقع أنها موجودة أصلا، زي مثلا الدارك ويب أو الديب ويب. هذه المواقع هي غنية عن التعريف، لكن بما أنه ممكن البعض ما يعرف الإنترنت لأي أقسام ينقسم، فأنا حابة اليوم أعطيكم نبذة. في ناس تقول أن الإنترنت ينقسم إلى 5 أقسام، في ناس تقول إلى 8 أقسام، في ناس تقول إلى 4 أقسام، لكن حنتكلم عن الأقسام اللي تواردها الناس. نحن نعتبر في الشريحة الثانية. الشريحة الأولى هي الديب ويب. الديب ويب هو مكان يوجد فيه الأعمال الغير قانونية، الأشياء اللي ما تسمح فيها الدول، الأشياء الممنوعة بشكل عام، أشياء ما راح تخطر على بالكم أبدا. ونجي نحن في الشريحة الثانية، وليكن في علمكم نحن ما نشكل إلا تقريبا 10% 12% أو يمكن 20%، هي نسبة قليلة جدا مقارنة بالديب ويب والدارك ويب واللي يشكل حوالي 70% أو 60%، وهو نسبة جدا كبيرة، أو هي فعليا نسبة جدا كبيرة. الدارك ويب واللي هو المنطقة الأعمق من الديب ويب واللي توجد فيه أشياء أكثر شناعة وأكثر بشعة. لكن متوقعين أن الموضوع وصل لين هنا وبس؟ رح نتكلم عن الويب الأسطوري أو الويب الأسطورة اللي تداولها الناس واللي يقال أنه موجود فيه أشياء في غاية السرية. ماريانا ويب، يقال أن ماريانا ويب فيه أشياء في غاية السرية، وأن مو أي إنسان يقدر يتخلى. تحتاج آلات معينة، كمبيوتر معين يدخلك للويب هذا. الويب هذا في غاية السرية وفي غاية الخطورة، لأن فيه معلومات جدا مهمة، جدا مهمة وسرية. البعض يقول إن ما حد يقدر يدخل للماريانا ويب إلا بكمبيوتر يدعى بالكوانتوم كمبيوترز. طريقة الدخول إلى هذا الويب هي صعبة جدا جدا جدا، لأن فيها عمليات حسابية حتى الكمبيوتر الطبيعي ما يقدر يحلها أبدا. لذلك تحتاج كمبيوتر يدعى بالكوانتوم كمبيوتر اللي حيساعدك في حل العمليات الرياضية المعقدة جدا 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 للدخول لهذا الويب. طبعا حتتساءلوا، حيجيكم الفضول، يا ترى ليش الدخول لهذا الموقع صعب جدا جدا؟ لان باختصار زي ما ذكرت فيه معلومات سرية وفي غاية السرية، لذلك مو اي شخص يقدر يدخله. باختصار مما يشاع او الاشياء اللي انقالت بانها موجودة في الماريانا ويب، فيها معلومات عن مدينة اتلانتس المفقودة، واللي طبعا ما حد ليومنا هذا يعرف ايش صار في هذه المدينة، فلذلك قال ان هناك بالماريانا ويب في معلومات عن مدينة اتلانتس المفقودة. برضو يقال ان هناك في معلومات سرية عن الفضائيين القدماء. اوكي جايز، فبينما كنت قاعدة اعدل لاحظت انه في مقطع مو محفوظ، معني انا متذكر اني حفظته بس ماني ملاقيته الصراحة، بس راح اذكر لكم النقاط اللي ما هي مذكوره فعليا في المقطع، فراح اقول لكم اياها في هذا المقطع. يقال انه كمان في الماريانا ويب في بيانات سريه عن اقوى وكالات استخبارات في العالم، وبرضو يقولون ان هناك في معلومات عن الفاتيكان القديمه، وبرضو يقولون ان هناك في ملفات عن تاريخ البشريه واسرار الحياه واسرار البشريه وزي كذا، وبرضه يقولون ان هناك في معلومات عن اسلحه من فئات متطوره لدرجه تدمير كوكب، وبرضه في نظريه تقول ان هذا المكان هو المكان المناسب عشان تحفظ الاستخبارات والماسونيه معلوماتها وبياناتها بعيدا عن انظار الكل. برضو يقال ويشاع ان طريقه الدخول للماريانا هي بشكل عشوائي،
لنفترض مثلا أنا شخص مهتم في الإنترنت وإنسان عندي الإيمان إن مهما أبحرت ما رح يكون هذه النهاية. لنفترض إن الدارك ويب ما هي النهاية للإنترنت وهناك نقطة أعمق من هذا الشيء. فلنفترض إنه أنا قعدت أبحث وأدخل لينكس. طبعا أنتوا لو تلاحظون في الدارك ويب ما حتكون اللينكس حقت الصفحات مشابهة لصفحات المتصفح العادي أو الإنترنت العادي حقنا، هتكون مختلفة اختلاف كلي. وممكن تشوفون أول شيء كصفحة كذا حتحسوها أنه أوكي غبية، بس هي فعليا صفحة 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 توديك لمنطقة معينة في غاية الخطورة، زي مثلا الريد روم. أوكي ففي البعض يقول إن أنت على كثر ما تضغل ما أو ما تضغط على لينكات وتصير تبحر وتبحث 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 تبحث ممكن تدخل الماريانا ويب. بس طبعا هذا الشيء صعب جدا وما أنصح أي إنسان إنه يسويه، لأن بمجرد ما دخلتوا الدارك ويب أو الديب ويب صعب تطلعوا منه، أو فعليا صعب تطلعوا منه أحياء. فكونوا حيل حيل حذرين جايز، ولا تخلوا فضولكم يقتلكم. وبس هذا كان كل اللي عندي. يا رب يكون عجبكم المقطع واستمتعتوا فيه. صراحة الموضوع كان جدا شيق بالنسبة لي وحيل جذبني، لاني حسيت ما شفت كثير ناس تكلمت عن الماريانا ويب، لانه هالموضوع اساسا ما مو كثير مطلع عليه للأمانة. واشكر صديقتي زهراء لان هي الصراحة اول شيء قالت لي عن هذا الموضوع، فاشكرها جدا حرفيا لانه انا ما كنت كمان ادري عن الموضوع ابدا. وبما أن الموضوع شدني وأنا بحثت فيه وقريت عنه وهذا اللي فعليا قدرت أطلع فيه، فحبيت أني أنا أسوي لكم هذا المقطع. فاكتبوا لي نظرياتكم حول هذا الويب، تتوقعوا أنه هو فعلا أسطوري أو أنه مو موجود، أو أنه هو فعلا موجود بس ما يبوا يتكلموا عليه عشان ما يكون يثير الأنظار أو يصير أنه تثير الشكوك حوله. ما أعرف، اكتبوا لي أنتوا نظرياتكم حول الموضوع. الصراحة أنا أحس ما في شيء مستحيل وماني مستبعدة وجود شيء زي كذا. أنا ما يمديني أجزم وما يمديني إنه أنفي، فهمتوا كيف؟ فكل شيء جاهز الصراحة ما أستبعد، لكن أنا أحس إنه أوكي يعني بصراحة موجود. يعني الله أعلم، طبعا العلم وحدة عند رب العالمين. وليكن في علمكم جايز، الماريانا ويب برضو يقال إنه حتى الهاكرز من فئة النخبة، يعني من الناس اللي يعني Oh my God وصلوا أعلى مراحل التهكير ما يقدروا يدخلوا الماريانا ويب، لأن دخوله جدا جدا صعب، وزي ما ذكرنا بآلة معينة. فيا جايز الله أعلم الصراحة، اكتبوا لي نظرياتكم حول الموقع هذا أو الويب هذا فعليا في الكومنتات. حابة أشوف إيش نظرياتكم حول الموضوع، خلونا نتشارك كذا نظريات بعض. وبس استودعتكم الله، وI purple you. Bye.